السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع ديال هذه الحلقة كيتعلق بالخصائص اللي خاصنا نبحثوا عليها في الشجرة الأصل اللي بغينا ناخذوا منها الطعم باش نلقموا الخروب. قبل ما نبدا الحلقة ديال اليوم، بغيت نوضح ونصحح واحد المعلومة ذكرتها في المقطع الماضي بخصوص الإنتاج ديال الخروب. الخروب ممكن يدخل في الإنتاج ابتداء من السنة الخامسة إذا كان ملقم، ولكن هاد 5 سنين تتحسب انطلاقا من المشتل او البيبينيير. ولهذا الى شريتي شجر ملقم ودوز شي عامين في المشتل، فراه ممكن يبدا في الانتاج انطلاقا من العام الثالث او الثاني في بعض الاوقات، ولكن هاد الانتاج في السنتين الاولى تيكون قليل، ومن بعد تزيد من 10 كيلو الشجره حتى 40 او 50 كيلو حتى ل 20 سنه من العمر ديال الشجره مع احتساب هذاك الشيء اللي دوزات في المشتل قبل ما نشريوها. غير بغيت نوضح ان هاد 40 كيلو ما تنقصدش بها حتى توصل الشجره ل 20 سنه عاد تنحصلوا عليها، ولكن تنقصد هو ان هاد 40 كيلو هي المتوسط ديال الانتاج من 8 سنين حتى ل 20 سنه، يعني ممكن تجيو انطلاقه من العام العاشر او الثاني عشر، ممكن تجيو اكثر وممكن ما نوصلوش ليها واخا فات الشجره كاع 20 سنه، هادشي تيبقى متوسط ومرتبط بالعنايه اللي تنوفرها للشجره والبيئه اللي درناها فيها. نرجعوا للموضوع ديالنا. من المعروف عن الجميع ان اشجار الخروب ثنائيه الجنس، يعني عندنا اشجار ذكريه واخرى انثويه، ولهذا البذور اللي تتكون في الثمار ديال الخروب تتحمل خصائص وراثيه متنوعه وجديده ومختلفه على الشجره الام الانثى. وفي بلادنا اشجار الخروب عندها اكثر من قرون ديال الزمن، وتم الاكثار ديالها خاصه بالبذور، وبالتالي تم توفر في البلاد على تنوع وراثي كبير في هذه الثروه، وهذا الشيء تيظهر لنا في الخصائص الايكولوجيه والانتاجيه المتنوعه ديال الاشجار، خاصه موعد الازهار والمردوديه وتناوب او استقرار الانتاج، بالاضافه للهيئه والشكل ديال الاشجار. ولكن نظرا لكون الشجره كانت الزراعه ديالها هامشيه في الماضي، فراه ما قمناش بالتحديد ديال الانواع او لي فاريتي اللي تتميز بخصائص معينه ونعطيهم شي سميه محدده ونقوموا بالاكثار ديالهم بحال باقي الدول المنتجه اللي تلقاو عندهم انواع او فاريتي ديال الخروب محدده، رغم ان المغرب فيه تنوع ممكن يفوق بشكل كبير هذه البلدان. على سبيل المثال تلقاو نوع صفاقس في تونس ونوع سيزام في تركيا، واسبانيا تلقاو نيغرا ومطالافيرا، في البرتغال تلقاو ايضا ومولاطا. ولهذا فاش تيبغي شي واحد يدير مشروع ديال الخروب وتيمشي للسوق او بعض المشاتل باش ما نعممش تيشري الخروب، ماشي تيختار النوع اللي بغى واللي محدد، وهذا الخروب اللي غادي يشريه مجهول المصدر واخا تيكون ملقم، يعني ما تنعرفوش من اي اصل جبنا الطعم ديالو، وفي بعض الحالات كاين اللي تيشري وتلقاه ملقم بالذكر. ولكن بالرغم من هذه المعطيات تتبقى التجربه والخبره المحليه والدرايه ديالنا بالاشجار المنتجه مهمه الا بغينا نختاروا الشجره الاصل اللي ناخذوا منها الطعم باش نلقموه. وهنا بغيت نعطيكم بعض الخصائص اللي نبحثوا عليها في الشجره الاصل الا بغينا ناخذوا منها الطعم. اولا الانتاجيه ديالها، ثانيا الروندومو او المردوديه ديال البذور او الزريعه اللي تعتبر اهم شيء في الخروب، ثالثا انتظام الانتاج يعني نختاروا الاشجار